بسبب ان طبيعه عملي انقلب المايك بسبب ان طبيعه عملي وروتيني تغير، صار عندي زياده بالوزن بشكل تدريجي اعاني منها لمده سنوات. صرت احب بالاوفر سايز واتجنب الميديوم والامور هذه، وكان في محاولات للتكيف مع تغير الروتين هذا والمحافظه على الوزن، ولكن كلها كانت فاشله بسبب انها ما كانت جديه. ولاني قررت اتغير هالمره بشكل جدي باذن الله بتنجح، وقررت اني اسويها بدون مدرب وبدون نادي وبدون حتى لا اطلع برا البيت، لان يمكن بعض البنات ما يقدرون يتمرنون برا، وعشان اثبت لنفسي وللناس ان التغيير بعض الايام ما يحتاج كل هالامور. واذا بغيتوا تغيروا معي لا تنسون تضيفوني عشان باذن الله تشوفون الخطوات القادمه للتغيير. ويلا بدينا.